السائل أبو علي يقول ما الضابط الشرعي يا شيخ عند نزول الأمطار الغريزة الغزيرة وخصوصا في جمع الصلوات؟ نعم الصلاة إذا احتاجوا إلى جمعها، الصلوات إذا احتاجوا إلى جمعها الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء لنزول المطر أو لوجود الوحل في في الطريق فإنهم يجمعون من أجل تلافي المشقة هذا يباح لهم الجمع لتلافي المشقة